دشنت جامعة سوهاج مبادرة لتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة بمزارعها التابعة لكلية الزراعة. المبادرة تهدف إلى استحداث طرق متطورة لإحلال قطيع الثروة الحيوانية التقليدي إلى القطيع المطور، وذلك في إطار جهود الدولة للتنمية لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وتعظيم إنتاجها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال رئيس جامعة سوهاج مصطفى عبد الخالق إن الجامعة جاهزة للمشاركة في نجاح هذا المشروع الرئاسي وتنفيذه بشكل مبدئي على مزارعها التي تمتد لأكثر من 350 فدانا وتحتوي على العديد من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة حياة. في ضوء التوجيه اللي قام به فخامة الرئيس السيسي بان اجتماعه مع وزير الزراعة في الأيام القليلة الماضية بوجوب استبدال السلالات الموجودة في القرى والنجوع والكفور مع أهالينا الزراعة بسلالات مطورة كما أطلق عليها فخامته النهاردة الدور اعتبرنا ده تكليف لكل مؤسسات التعليم العالي وخاصة كليات ذات العلاقة زي كلية الزراعة وكلية الطب البيطري النهاردة هذه الورشة منعقدة داخل جامعة سوهاج عشان دور جامعة سوهاج كبيت خبرة كبيت بحثي ان احنا نبحث عن هذه السلالات المطوره ونوفرها داخل مزارع كليه الزراعه مش عشان نبيعها تتذبح عشان نوفر منها سلالات نبيعها لاهالينا يقوموا بتربيتها وتعظيم الاستفاده منها بالنوع اللي وجه اليه فخامه الرئيس ونستبدل السلالات المحليه اللي هي ضعيفه الانتاج سواء كانت في اللحوم او في الالبان او حتى في الاصواف بين الماعز والخراف بالسلالات المنتقاه التي تؤدي الى غزاره الانتاج في كل الاهداف المطلوبه